عندنا قوانين معينة في هذا التجمع أنه هو أصلاً يكون بعيدين عن السياسة والدين، ما نتطرق لأي مواضيع دينية أو سياسية، وهو الهدف الأساسي من هذا التجمع أنه نجمع قدر الممكن من الناس من كل القوميات والأطياف الموجودة في داخل كركوك ونبعدهم عن السياسة اللي صارت منتشرة وصارت ثقافة رائجة في كل مكان. Trying to select topics to make them have more knowledge and more information about what's going on in other countries.